معكم نبدأ بأخبارنا لليوم. طبعا مدير منظمة الصحة العالمية يشكر خادم الحرمين الشريفين على تقديم مساعدة في مبلغ 10 ملايين ريال. طبعا في تفاصيل الخبر، قام المدير العام لمنظمة الصحة العالمية بشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بتقديم مبلغ 10 ملايين دولار أمريكي للمنظمة، وهذا طبعا لمكافحة فيروس كورونا المستجد. وأيضا عبر عن شكره من خلال تغريدة عبر حسابه في تويتر شكر فيها وعبر عن امتنانه الكبير لخادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، وأكيد الشعب السعودي بشكل عام لدعمهم المقدم لمنظمة الصحة العالمية للحد من انتشار فيروس كورونا. يعني من الأخبار جدا رائعة معنا لليوم كان هذا الخبر اللي ذكرتيه رندا، فعلا لأنه ما يدل إلا على دعم واهتمام المملكة بالحد من هذا المرض. خلوني أنقلكم إلى خبر